هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أمام عم زوجها؟ وهل يجوز لها الزواج منه إذا طلقها الزوج؟ لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها أمام عم زوجها ولا أمام أخي زوجها، إنما تكشف وجهها لأبي زوجها وجده من قبل الأب أو من قبل الأم، ولابن زوجها من غيرها، وأبناء أبنائه وأبناء بناته. أما أقارب الزوج من غير الأصول والفروع، الأصول هم الأجداد وإن علوا من قبل الأب أو من قبل الأم، والفروع هم الأبناء وإن نزلوا من أبناء الأبناء أو بنات البنات، هؤلاء هم الذين تكشف لهم الزوجة. أما أقارب الزوج سوى أصوله وفروعه فإنهم أجانب منها. وبناء على ذلك، لو أن الزوج مات عنها أو طلقها فإنه يجوز لأخيه وعمه أن يتزوجها. نعم.